طريقنا إن شاء الله للطائف، والله يكتب لنا في كل خطوة السلام، وأنه يرزقنا ويرزقكم من حيث لا نعلم ولا نحتسب. يا حي يا قيوم. أبو عتيبة ينعس والصبح منبح. أبو عتيبة، وش العلوم يا أبو عتيبة؟ العلوم وش أنا بس؟ والله؟ إي والله، العلم بحر. العلم في رجع للرياض، حنا قد قطعنا نص المسافة. الوضع عشان أنت معكم عاجلة ألف ما ولا أقول أجلسوا يا مسلمين، أجلسوا يا مسلمين، أجلسوا. كان عندي إحساس أنا بدقون في حل يا أبو عتيب. وش خلك جاهز شوي، نبى نروح خط لا نعاد نقف ونرقد ونطير طيران، نرجع طير. يعني الأرض ما عندي سدنا السماء حلو، ما عاد لنا غير السماء. اركب 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 بالحوية يا أبو عتيبة. ابشر بالحوية. ايه ابكو انت دربت فينا ودربت في المسكين اللي عالي يطير. هو انا هو عندي به من عند الحميات، من كسرت رقبته لو لا من صيدا والله ما يرعص فيه. ونرفع الشيلات وننزل الصوت ونرفع علي الحرامة وتقوم القيامة ما درى عنها. ما علم على الخط قدر عنك تصور الحين ما جاء. خلي تعود على الخطوط يا أبو عتيبة. شنطتك وين نزلها ولا اسمع اسمع، شوف ردك هذا هبلت والله ما عاد يروح معك. لا هي والله هبلت. وانت يا أبو عتيبة؟ ابدا انا اخويك. انا ذا اللي معاد قال اخوي. تبى انا امشي للرياض؟ تبى انا ارجع للرياض ان شاء الله؟ ابو حاشر ابو حاشر ما يهرج معانا والله ما يهرج. يا ولد انت عند بيتك؟ لا لا ما اصحى الا نشم عيالي. بالله؟ اي اقول الله يوفقكم ويستر عليكم. خليك الساعة الثلاث جاهز يا رب روح المطار بعد. اي والله او تبعها الحين حيل الحق حيل الحق ولا تبعها الحين. لا اله الا الله. وصلت بيتنا، هذا سيارة سواقنا، هذا الباب مفتوح، هذا حوشنا، هذه سيارة واحد متعدي مع شارعنا. اي والله ابو حشر سحبته برجليني لا نزلت ثم مشيت وخليت هو ما يدري ان الرحيل للطائف اصلا رقد رجال كبير سن ويرقد. اشيك على شقة امي وانسان في اعمال ابخششهم واقول قصر الصوت الطق والحام فكونا منه. ان شاء الله لا ضبطوه ضبطوه. الله يهني والدتي ان شاء الله. السلام عليكم. صباح الفل على العشاء، صباح الفل على الرائعين. ازيك يا فندم؟ هلا والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. كيف الشغل معاكم؟ والله تمام ان شاء الله. متى تخلصون بيت الوالده؟ خلاص احنا بدلنا يوم احنا بالنسبه للدهانين هم اللي شغلوا. اه المصاري يوجع راسها يا فندم. ليه بس؟ من غير ليه؟ ابشروا زبطوا شغلكم ولا تشيلها. يسعدكم ربي. الله الله هذه الصالة حقتها. الله يسعدك. الله الله الله. الحق هذا ورانا ورانا. ها الدحان. كيف حالك يا باش؟ انت عامل ايه؟ ما شاء الله تبارك الله. قود قدعان قدعان يا رجالة. شكرا مرسياوي مرسياوي يا شباب. يعطيكم العافية. كم باقي على الشغلانة دي وتخلص؟ باقي دعواتي. دعواتي؟ إن شاء الله توصل ربنا. زين المجنون هذا مخلد على سماء مخلد. ركبت معه هنا الرياض بعد الإعلام. المجنون هذا مخلد على سماء مخلد. ركبت معه هنا الرياض بعد الإعلام. ولا دريت هلا لحظة خلنا نشوف إلا بيتي. ما دريت هلا أنا عند بيتي في الطائف. كيف جينا؟ أدري خابرنا في الرياض عندنا إعلام، بس ما أدري كيف جينا وكيف أصلاً رحت. رقدت في السيارة، رقدت على أننا طالعين من الإعلام رايحين للبيت. صحيت حنا في الطائف
الله يستر. افتح ابوك، ابوك افتح ابوك. افتح. السلام عليكم. هلا، شلونك؟ طيب، عساك بخير. شلونك؟ هلا بالشيخ الامير الدندوق. يسلمك ويعافيك. الله يسلمك ويعافيك. انتم كلون؟ ها، انا ايش؟ انت يوم تجينا مستانس فرحان. انا بالظاهر مع احد. انا مع قبل كنت. لا لا، ما عملتوا ما عملتوا، بس انا ماني مضبوط. يحس الباب صغير حق البيت. لا لا لا، يلا يلا. انا يا اخي انا ركبت في السياره ما ظهر شيء، نزلت من السياره ما عاد اقدر امشي. ما عاد اقدر. وين الباب؟ وين تخلينا ترقد تاخذ لك خطه؟ وش تسوي في عيوني؟ بنقطر فيها. وش تبي تعطيني عشان انا فدادول علشان ترقد؟ وعليك حراره مره. مشي.